أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وسبحان الله العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أعزائي، فيديو جديد من أعمالنا اليدوية إن شاء الله يعجبكم. لحظة اللي حنشتغل اليوم هو هذا السوار، بتلاحظون هو عبارة عن قطع. إذا إحنا حنشتغل قطعة واحدة وبعدين نثبت واحدة ويا الأخرى بهاي الحلقات اللي دشوفوها وبهاي القفل اللي موجود عندنا بالأخير مثل ما تشوفون. أتمنى اللي يشوفنا هسه إنه يشترك بالقناة، يسجل الإعجاب ويشارك الفيديو حتى الأكثر يستفادون من عنده. هسه ننتقل إلى الشغل مالتنا. يلا، المواد المطلوبة عيني للنموذج اللي إحنا حنشتغل عليه هي النمنم، يكون بأحجام متساوية ثلاث ألوان. واحد من عندهم أنا استعملته اللون الأوف وايت، والآخر اللون الأزرق، الآخر لون الذهبي الباهت، إحنا نقول عليه الذهبي الطافي. هاي الحلقات اللي موجودة، وأكيد قفل حنخليه وياهم. حشتغل نموذج واحد وباقي النماذج أكيد هي نفسها. حبدي أخذ أول مرة 2 من الذهبي مثل ما تشوفون عيني، حبدي أربطها من النهاية عيدة لبط مالتها. صارت عندي بهذا الشكل. هسه للتقوية أعيد إدخال الخيط عليها. مررت الخيط عليها مرة أخرى وطلعتها من هنا الأبرة. زين، شوفوا عيني، هسة تكرار، حاخذ وحدة أخرى ذهبية. شوفوا عيني، أنا عندي الخيط من هنا طالع، حخلي الأبرة بالعكس بهذا الشكل. صارت وحدة أخرى، ثالثة يمهم، حطلع الأبرة من هنا من تحت وحقلب الشغل كأنه من هنا أنا دا أشتغل. هسه حبدي آخذ وحدة من الذهبي. شوف عيني كيفي، بعد من الأوف وايت من اللون الأزرق هو نفس الشغل. لاحظوا عيني، الخيط عندي من هنا طالع، أكو هنا بين كل نمنمايتين أكو هذا الخيط اللي يربطهم. شوف حخلي الأبرة من هنا، ولاحظوا أنا ماخذة 2، أخذت الذهبية أول حتى أصل بالحافة، بعدين اللون الأوف وايت. بهذا الشكل صارت. هسه حرجع اخلي الابره من تحت بهذا الشكل. تكرار، حاخذ وحده من الاوف وايت لكن على الخيط اللي بجانبها مو نفس الخيط. شوفوا عيني، وتكرار ارجع الابره من فوق. شوفوا الشكل. هسه حاخذ اخر شيء ذهبية وارجع من نفس هذا الخيط اللي خليت به الاوف وايت الاخيرة، اللي ما عندي هو بس خيطين. شوفوا عيني، وارجع تكرار بهذا الشكل. هسه حرجع من البداية، حاخذ ايضا وحدة من الذهبي، اخذ وحدة من الاوف وايت. البداية دائما 2 لان عندنا زيادة، حخليها بهذا الخيط اللي يفصل بيناتهم. شوفوا عيني بهذا الشكل. اطلع الابرة من هنا. شوفوا عيني، هسه حاخذ وحدة ذهبية من هذا الخيط الوسطي، يعني غير خيط مو نفسه هذا. بهذا الشكل. هسه ارجع تكرار وحده اوف وايت من هذا الخيط الاخير، وارجع اطلعها بهذا الشكل. هسه تكرار وحده ذهبيه
ونفس هذا الخيط الأخير لأنه هم عندي بي زيادة، إذا الخيط الأخير باثنين والخيط البداية باثنين. شوفوا عيني بهذا الشكل وأرجع أقدمها أطلع الأبرة من تحت. شوفوا الشغل صار عندي بهذا الشكل. هسه بالعكس حبي أقلل لأنه أنا النموذج اللي دا أشتغل عليه هسه هو مثل هذا النموذج، فحبدي أقلل. إحنا بدينا أول مرة الثلاثة وبدينا هاي، وهسه حبدي أقلل من الشغل مالتي. شوفوا عيني حاخذ أيضا اثنين، واحدة من عندهم الذهبي واحدة من عندهم الأوف وايت. دا تشوفون بدل ما أخلي الأبرة هنا بالخيط الأول أخليها بالخيط الثاني، لأن أنا دا أبدي أصغر بالشغل اللي موجود عندي. لاحظوا عيني وحرجع تكرار أطلعها من هنا. شوفوا بدأت تصغر، بدأ يقل. تكرار حاخذ واحدة من الأوف وايت لكن بالخيط اللي بجانبها، وأيضا أطلع الأبرة من تحت. هسه تكرار أخذ ذهبية ومن الخيط الأخير، وبعد ما أخلي وياه واحدة ثانية لأن إحنا اتفقنا إنه إحنا دا نصغر بالنقشة مالتنا. شوفوا عيني بهذا الشكل. هسه أجي إلى آخر سرة، حاخذ اثنين من الذهبي. دا تلاحظون عيني هاي الاثنين، حخليها بالوسط لأن قلنا إحنا دا نصغر فما أقدر أخليها بأول واحد. شوفوا عيني بعد واحدة ذهبية وبالسرة الأخير الخيط الأخير، وقلنا بس واحدة لأن دا نصغر. شوفوا عيني صارت بهذا الشكل. هو هذا الشكل اللي حيكون موجود عندنا واللي احنا حنستعمله كنموذج نسوي من عنده. أول شيء احنا حنسوي من عنده هواية شيلاخ. أنا اختاريت لونين اللي هو الأوف وايت والأزرق. لاحظوا دا عبر هيك بالخيوط وين عندي مجال حتى أقدر أربطه وأفصل الخيط. أنتوا بالنسبة لكم تختارون الألوان اللي تريدوها، وممكن أنه تختارون أكثر من لون، يعني مو مثل جزاني اختاريت لونين. أنتوا تختارون أكثر من عندي ثلاثة أربعة، يجوز تريدون كل واحدة من عندهم لون شكل. هاي بعد بكيفكم، أنتوا شلون يعجبكم تسووها. هاي من حنكملها حبايبي، هاي بعدين حنبدي نربط الحلقات من هنا سوية. هسه نكمل مجموعة من الحلقات من العفو هاي النماذج وأرجع لكم إن شاء الله. أعزائي بعد أن انتهيت من أنه سويت مجموعة من هاي القطع، هسه نبدي شون نثبت هاي القطع نخلي بيها الحلقات. شوف قسم أنا ثبتت بيها، شوف عن هي الحلقات الدائرية حنفتحها، هي عندي خمسة فبالوسطية بهذا الشكل حنخليها، بس ما حغلقها هسه لأن لازم أثبتها بوحدة أخرى. فهاي مثلا حثبتها بيها لأن حخلي وحدة باللون الأوف وايت وحدة باللون الأزرق وبعدين أغلقها. وهكذا كليتهم بهذا الشكل. ذلك قسم من عندهم أنا أصلا مثبتة بيهم. شوفوا عيني هسه هاي أنا مثبتة بيهم الحلقات حتى رأسا بس أشكلها بيها. شوفوا عيني نفس الحالة، إذا هاي بس أشكل بيها مثل ما قلنا، واحدة حتكون على اللون الأزرق واحدة على اللون الأوف وايت. شوفوا عينها من الوسطية بهذا الشكل وأغلق الحلقة. لاحظوا عيني الشكل هالشكل. طبعا هذا القفل اللي احنا إن شاء الله حنستعمله. هسه نجي إلى هاي الأخرى، خليني نثبت هاي. شوفوا عيني مثبتة مجموعة مثل ما تشوفون، وهاي الأخرى همين مثبتة، فأجي بس أكمل الشغل مالتي بيها بهذا الشكل. شوفوا عيني هسه عندي هاي الأخيرة خلي هنا أثبتها. شوفوا عيني بهذا الشكل أيضا ثبتتها. شوف حبايبي
هالشكل اللي صار عندي. هسه انا اللي اريد انه هاي السراوين اثبتها بالقفل، بس شوف ايش حسوي. احنا اريد اثبت بهالشكل بحيث تصير وحده من الاخرى، اريد لا بالعكس اقلبها بهذا الشكل وتصير متفاوته. هاي بعد بكيفكم، انتو شلون يعجبكم حتشتغلون عليها. هسه خليت عندي من هاي الحلقات حتى اثبت بيها. شوفوا عيني، هسه هاي حخليها هنا، وهذا القفل ده تلاحظون الفتحة اللي موجودة به هالشكل، وأغلقها بهذا الشكل. شوف هاي خليناها من هالجهة، ونفس الحال عندي هاي من الجهة الثانية أعبرها بنفس هاي الفتحة، لأن الجهة الأخرى غير شكل. شوفوا عيني، وأيضا أغلقها بهذا الشكل. صارت عندي شوفوا عيني من هاي الجهة هي مغلقة اثنين. نجي من الجهة الأخرى همينة، من الجهة الأخرى همينة نخلي لها من هاي الحلقات. شوفوا عيني هاي الشكل الآخر، الطرف الثاني من القفل، وأغلقه زين. وهاي الأخرى همينة حخليها هنا، وأيضا أخليها هنا بهاي الجهة من القفل وأغلقها زين. إذا صار عندي بهذا الشكل مثل ما تشوفون السوار، شيء مرتب وحلو وبسيط. شفتوا هي القطعة الوحدة حتى ما أخرتنا بالشغل مالتها. أتمنى تكون الفكرة عجبتكم، أتمنى إذا تزورون قناتنا لأول مرة تشتركون بها، تشاركون الفيديو حتى اللي يحب يشتغل هالشغلات يستفاد من عندها، تسجلون الإعجاب، وشكرا جزيلا.